بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين، تلك آيات القرآن وكتاب هدى وبشرى للمؤمنين. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم هم يوقنون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا شهاب قبس لعلكم تصطلون. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. يا موسى حكيم. وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها يا
لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.
يخرج الخبأ في السماوات
صدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا ارجع إليهم
صرح ممرد من
بل أنتم قوم
الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. أإله مع بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى.
ومن جاء بالسيئة
فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما